بص حضرتك، الرسالة الأساسية اللي بعث بيها الرئيس في خطابه اليوم أنه لا تغيير. لا تغيير، ده خطيرة جدا. لا تغيير حقيقي في السياسات، ربما يتم تغيير أشخاص، يتشال مصطفى مدبولي، يجيبوا محمود محي الدين، يجيب حسام مش عارف مين، كلام دوت. ايوه لكن تغيير حقيقي في السياسات، لا تغيير حقيقي في السياسات. من الخطاب ومن قبل الخطاب. ايوه خليني أكلم حضرتك بصراحة اتفضل. وبوضوح. بعد ما حصل القروض وبيع شوية رأس الحكمة والكلام ده، وحصل إنقاذ للاقتصاد المصري بهذه القروض وبيع الأصول، لقينا إن نفس المنهج يسير. مصر قدمت على قرض 380 مليون يورو علشان خاطر تكمل المونوريل. السيد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قدم موازنة بزيادة تقريبا الضعف، 51 مليار جنيه للكوبري، للكباري والطرق مرة أخرى. السيد الرئيس وهو يتحدث مع مصطفى مدبولي في مناسبتين مختلفتين، وكل مرة بيوزع 10 مليار جنيه بدون دراسة جدوى، بدون اتفاق، بدون أي حاجة، والراجل رئيس الوزراء بيهز دماغه وبيوافق على الكلام ده. فطبعا ده بيؤكد اننا نسير على ذات المنهج وذات المنوال. ان احنا هم اللي بيتولوا المسؤوليه في مصر مقتنعين ان حتى في الخطاب النهارده البند السابع الرئيس بيتحدث عن ايه؟ بيتحدث عن استكمال المدن الجديده والتعمير والكلام ده. والكلام احنا بقى كناس بتوع اقتصاد وبتوع استثمار، الكلام مضاد لبعضه. أنت تتحدث عن ترشيد الإنفاق. صندوق النقد الدولي في خطابه وفي بيانه الذي أصدره بعد اجتماعه واعتماد زيادة القروض لمصر، قال كلام في منتهى العنف أن لابد أن يكون هناك سياسة تقشفية وتشديد مالي وتشديد نقدي. طب إزاي هيتم تشديد مالي وتشديد نقدي وحضرتك عايز تعمل مدن جديدة وتكمل في طريق المدن الجديدة؟ فيعني فالكلام مضاد لبعضه. إزاي هتعمل ترشيد إنفاق وانت بتكمل النهارده بتعمل مثل هذه الحفلات؟